شاء الله كلكم تكونوا بخير. عايزه اقول لكم النهارده انا شعوري بالفخر والانتصار. ايكول فرانكو سيتي المدرسه الاولى على مستوى الايكول فرانسيز للاسباب الاتيه. اول حاجه على المستوى العام دايما مهتمة بلابل والفورماسيون بتاع المدرسين والمدرسات، علشان كده خدت شهادة الجودة الفرنسية أكتر من مرة، يعني مش مرة واحدة تاخدها وخلاص ستوب، لا دي بتتاخد ازاي؟ المدرسين بيعملوا فورماسيون سواء في فرنسا أو عن طريق المركز الثقافي الفرنسي، والموضوع ده بيبقى مكلف. لما بيعملوا فورماسيون ايكول فرانكو سيتي بتاخد شهادة الجودة. طبعا قلت لكم انا بشعر بالفخر والانتصار، لان في السنين السابقة كان في ناس بتنتقد ان انا دايما برشح ايكول فرانكو سيتي. انبسطت جدا لما لقيت الناس دول جم هنا، طبعا دي اجمل حاجة وانا يعني حسيت بالرضا. اهتمام طبعا بكل شيء سواء الكورديه والبوكلت او المدرسين بيقعدوا مع الولاد بيفهموهم من غير لا دروس ولا مجاميع ولا حاجه. عايزه برضه اكلم حضراتكم عن المدارس الفرنسيه عموما. انشئت مدارس الراهبات في اخر القرن التاسع عشر من 1800. اقدم مدارس كانت فريل خروفش وكانت مدرسه ديليراند الضهر. وعملوا مدارس كتير في المحافظات سواء في الصعيد او في الوجه البحري وفي القاهره. وبعد كده انشات مدارس بسير حريه منذ اعوام 1936. للاسف تم تاميم مدارس بسير حريه سنه 1960 اللي فتحها كانت الجاليات الفرنسيه اللي عايشه في مصر. بعد لما اتاممت فرنسا ما سابتهاش، كانت بتبعت ناس فرنسيين من فرنسا يأدوا الخدمة العسكرية إن هم يدرسوا فيها، وكان في مساعدات بتتقدم كذلك مدارس الراهبات. للأسف فرنسا وقفت الدعم تدريجي، يعني قعد يقل يقل يقل. كان دعم عبارة عن راهبات، عن مناهج، كتب تأسيس، فلوس للمدرسين. الدعم قل تدريجي لحد ما توقف خالص. طيب وهو بيقل للأسف إن المدارس الإيطالية الريليجيوز اتحولت إنجليزي كتير منها في المحافظات زي جزويت المنيا، فرانسيسكان أسيوط، نوتردام طنطا، نوتردام الشرقية وغيرهم من المدارس. وبرضه هنا في القاهرة للأسف برضه في مدرسة سان فامي حلوان ومدارس نوتردام. حتى الحمد لله ما الجروب عندنا عمل الفيدباك القوي، والحمد لله قدرت ارجع تاني مدرسه سرير مصر الجديده نابور رامز، رجع السيكسيون فرانسيز. وكان في مدرسه نوتردام الزيتون كانت هتتحول او بدايه هتتفتح فيها سيكسيون اونجليز، بس انا اقنعت الماسور انها تاجل الفكره ويا رب ان شاء الله انها يعني تلغيها خالص. وطبعا مدرسه فرانكو سيتي تعود للزمن الجميل، لان المناهج هنا المدرسين بيبسطوها، لان زمان في مدارس الراهبات ما كانتش صعبه، كانت المدارس سهله. كانوا بيهتموا جدا جدا بالكوردوبي، برضه هنا نفس الشيء. اهتمام بالطلبه، اهتمام بالاتصال المباشر من غير صعوبات وصدر رحب يتقبله الطلبه، زي ما بيحصل هنا في فرانكو سيتي، عشان دايما بقول فرانكو سيتي هي المدرسه الاولى دايما برشحها. وفي طلب انا بطلبه لان في مشكله بتواجه ناس عايزين يدخلوا المدرسه ومش عارفين، عشان الاعداد ما شاء الله هنا في المدرسه كتير جدا، عايزين كتير جدا جدا جدا، وناس بتكلمني، بس طبعا لازم موافقه وزير لان الاعداد كبيره. يا ريت يا ريت يا ريت يفتحوا عده فصول او حتى مبنى حتى للفصول السكوندار، لان ناس كتير بجد نفسهم يدخلوا فرانكو سيتي عشان المزايا اللي فيها. وكل سنه وانتم طيبين، وسعيده جدا جدا انا معاكم النهارده. ميرسي جدا لحضراتكم، شكرا 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 ميرسي ميرسي ميرسي، شكرا يا جماعه.